أين تقع أكبر شجرة في العالم؟ أكبر شجرة في العالم هي سيكويا، وهي شجرة عملاقة موجودة في الحديقة العامة في ولاية كاليفورنيا سيكويا بارك، وتدعى الجنرال شيرمان. يقدر حجمها بحوالي 1487 متر مكعب، أي ما يعادل نصف حجم حوض سباحة أولمبي. ويقدر عمر الجنرال شيرمان بحوالي 2000 عام، مما يجعل منها شجرة سيكويا عملاقة في منتصف العمر، حيث يعتقد أن بعض الأشجار وصل عمرها إلى 3220 عاما باستخدام طريقة عد حلقات الجذر. أما بالنسبة لطول جنرال شيرمان فإنه يصل إلى 83.8 متر، إلا أن هذا الطول لا يضعها في أي مكان قريب من أطول شجرة بالعالم. سنة 2006 فقدت شيرمان فرعا ضخما من فروعها الذي حطم ممرا وسياجا جهز حديثا حول الشجرة، إلا أن تحطم ذلك الفرع الكبير لم يؤثر على ترتيب شيرمان كأكبر شجرة في العالم، وذلك لأن هذا الترتيب يعتمد على حجم الجذع وليس الفرع. ما هي أطول شجرة في العالم؟ أطول شجرة بالعالم هي ريدوود سيكويا، دائمة الخضرة. هذه الشجرة من الممكن أن تصل بسهولة إلى ارتفاع 91 مترا. في غابة أشجار ريدوود يوجد شجرة تسمى هايبريون، جعلت من باقي الأشجار عبارة عن أقزام، حيث اكتشفت سنة 2006 ويصل طولها إلى 116 مترا. بعد فترة وجيزة من قياس طول هايبريون واعتبارها أطول شجرة في العالم، كاتب تابع لمجلة نيويوركر تسلق إلى مقربة من قمة الشجرة ووصف شعوره في الوقوف في تلك النقطة بقوله: الرياح بدأت تعصف وقمة هايبريون كانت تتمايل ذهابا وإيابا. هناك أشجار أخرى كهيليوس، والتي تعتبر ظل هايبريون بارتفاع يصل إلى 114 مترا. هناك أيضا شجرة إيكاروس بطول يصل إلى 113 مترا، وكذلك شجرة ديدالوس بطول يصل إلى 111 مترا. المواقع الدقيقة لهذه الأشجار العملاقة يتم الاحتفاظ بها سرا لحمايتها من التخريب، وتقول دائرة الحرائق العامة أن سبب طول أشجار ريدوود يرجع إلى الظروف المناخية في ولاية كاليفورنيا، وأيضا درجات الحرارة المعتدلة، بالإضافة إلى هطول الأمطار السنوية الثقيلة. حتى سنة 2013 كانت أقدم شجرة في العالم هي ماثيوسلاه، تبلغ من العمر 4845 سنة. هي شجرة صنوبر معمرة في منطقة الجبال البيضاء في ولاية كاليفورنيا، لكن بعد ذلك تم اكتشاف شجرة عمرها يصل إلى 5062 مترا في الجبال البيضاء، بناء على أبحاث مجموعة روكي مونتين، The Rocky Mountain Tearing Research Group. هذه الشجرة لم تتم تسميتها بعد. ثاني أقدم شجرة في العالم موجودة في الجبال الوطنية في إيران، تسمى أزرادشتية. تشير التقديرات إلى أن عمرها يصل إلى 4000 عام. هي من نوع السرو البحر الأبيض المتوسط، سرو المتوسط، وتقع بالتحديد في أباركو يزد بإيران، ويمكن اعتبارها أقدم شيء حي يعيش في آسيا.